مات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس. يجب عليكم أن تفهموا معنى كلمة القيامة. كلمة القيامة في اللغة اليونانية هي كلمة تعني الخروج من شيء ما. إذن فالقيامة هنا تعني الخروج من الموت ومن القبر أيضا. في الآية السابقة التي قرأناها نجد أن الإنسان يتكون من 3 عناصر: الروح والنفس وأيضا الجسد. يجب أن نفهم جيدا أن الجسد هو الذي يموت وأنه هو أيضا الذي يقوم. أما الروح والنفس فلا تحتاجان للقيامة لأنهما لم تموت أصلا. إذن فنحن نتكلم هنا عن قيامة الجسد، فهذا مهم للغاية. والآن أريد أن أتناول في هذا الصباح كلام الكتاب المقدس عما يحدث للناس بعد أن يموتوا. اكتشفت أن هذا الأمر يهم جميع الناس مهما كانت جنسياتهم أو حتى أيضا ثقافاتهم. فكل الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يحدث بعد الموت، والكتاب المقدس يوضح لنا ذلك. وأنا سأحاول إبراز هذه الصورة ثم أبين كيف ستؤثر هذه الصورة على القيامة. في لوقا أصحاح 16 عدد 22 إلى 26 يعطينا يسوع هذه الصورة عما يحدث. أريد الإشارة أن هذا ليس مثلا. هذه الكلمة أي كلمة مثل لم تستخدم هنا في وصفه. سنبدأ بلوقا 16-19. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين أي لعازر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، كذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيم قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتا أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم، لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. وقد ثبت بالفعل هذا الأمر، حتى عندما قام يسوع من الأموات الذين لم يصدقوا موسى والأنبياء لم يستوعبوا ما قد حدث. وهذا فكر سديد. نحن أحيانا نتوقع زيارة خارقة للطبيعة ونقول: إن حدث هذا سنقتنع. فيقول الرب: عندكم كلامي، لن تحتاجوا أكثر، إن آمنتم وأطعتم فهو سيخلصكم. الآن أريد أن أبرز بعض الخصائص التي نلمسها في قصة الرجل الغني ولعازر. يوجد 5 خصائص. أول شيء،
نجده هنا هو الاحتفاظ بالشخصيات بعد الموت. ظل الغني هو الغني، وظل لعازر أيضا هو لعازر، فهما لم يفقدا هويتهما. يتصور البعض أنه بعد الموت يضيع كل شيء ويختفي، فالكتاب لا يقول هذا، فنحن نستمر بنفس الشخصية التي عشنا بها في هذه الحياة. ثانيا، التعرف على الشخصيات. الغني تعرف على لعازر وتعرف على إبراهيم، كما تعرف أيضا لعازر على الرجل الغني. ثالثا، هو تذكر الحياة على الأرض، فإن كل من الرجل الغني ولعازر تذكر أحداث حياته قبل مماته. ثم رابعا، الوعي بحالتهما الراهنة، فقد كان الغني يتعذب ولسانه يحترق بالنار، وكان لعازر في راحة وسلام في حضن إبراهيم. أما خامسا، فهو موضوع الفصل الكامل بين الأبرار وغير الأبرار. لكل منهما مكان مختار، ولا يستطيع أحدهما العبور للآخر. دعوني الآن أكرر هذه النقاط الخمس لأهميتها الشديدة، وهي ضد الكثير من النظريات الشائعة هذه الأيام. النقطة الأولى، الاحتفاظ بالشخصيات، عدم فقد الهوية. النقطة الثانية، التعرف على الشخصيات. النقطة الثالثة، تذكر الحياة على الأرض. النقطة الرابعة، الوعي بحالتهما بعد الموت. النقطة الخامسة، الفصل الكامل بين الأبرار وغير الأبرار. لكن ماذا عن الذين ماتوا قبل أن يموت الرب يسوع ويقوم من الأموات؟ لأن هذا الحدث قسم تاريخ البشرية، فإن مصير الأرواح قبل وبعد موت يسوع وقيامته لم يعد كما هو، فموت يسوع وقيامته أحدث تغييرا في كل الكون بأكمله، فقد كان هذا الحدث هو الأكبر أثرا في تاريخ البشرية، وقد أثر هذا الأمر على مصير الموتى. لنتناول الآن ما كان يحدث قبل موت يسوع، فلقد رأينا بالفعل من خلال قصة الرجل الغني ولعازر أن كل الأرواح المنتقلة كانت تذهب لمكان واسمه بالعبرية شيئو، وباليونانية هيدز، والكلمة اليونانية هيدز معناها العالم غير المرئي. إذن كل الأرواح سواء بر أم لا كانت تذهب لهذا العالم غير المرئي المدعو هيدز أو شيئو. كان هذا مكان الأرواح المنتقلة، ولكن كان به مكانان منفصلان تماما للأبرار وغير الأبرار. لاحظوا أن المرء إما برا أو لا، كما قلت لكم أمس ليس هناك وسط، ولا يوجد شبه بار أو شبه غير بار، فستذهب إلى أحد هذين المكانين. فإن مكان الأبرار يدعى حضن إبراهيم، وأنا أرى أن معناه أن إبراهيم أبو المؤمنين يكون في انتظارهم ويعزيهم أيضا. هذا هو مفهومي. والآن ماذا حدث ليسوع عندما مات؟ يسوع كان شخصا بارا، وكانت له كذلك نفس وروح وجسد. هناك عبارات مختلفة قيلت عن كل هذه العناصر الثلاثة في شخصية يسوع. في لوقا 23 وعدد 46 نعرف ماذا حدث لروح الرب يسوع لما مات. لوقا 23 عدد 46 يقول الكتاب: ونادى يسوع بصوت عظيم، وأظنه كان يقول بصوت عظيم قد أكمل، وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح، أي مات وانتهى، فقد أودع روحه لله الآب. هناك أشياء لا أستطيع تفسيرها، يمكنني القراءة، لكن يوجد هناك مواضع لا أقدر أنا أن أفسرها. ماذا حدث لروح يسوع؟ في أعمال أصحاح 2 وقت الحديث يوم 50 اقتبس بطرس المزمور 16 كتجربة خاصة بيسوع
لا بداود واضع المزامير. وقال فيها: تحدث داود في مزمور 16 عن الرب يسوع بهذا الكلام، يقول: كنت أرى الرب أمامي، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية. إذن روح يسوع هبطت إلى عالم الأرواح المنتقلة، وهذا مذكور أيضا في بطرس الأولى 3:18-19. بطرس الأولى 3:18-19. فإن المسيح أيضا تألم من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، أو محيا بالروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما، حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح. إذن فقد هبط يسوع إلى الهوية، وهناك تفاصيل خاصة بذلك لا أستطيع شرحها، لكن يمكنني عرضها عليكم. قال الكتاب أعلن، وتقول هذه الترجمة أنه كرز، والكلمة هي أعلن، وهي لا تعني هنا أنه كرز لهم بالبشارة، ولكنه أعلن. وفي تقديري أنه قال: من الآن أنا سيد هذا المكان، لدي مفاتيح الموت والجحيم، وسأحاسبكم أنا على كل ما يحدث من الآن. تلك هي نظريتي، وقد أكون مخطئا. بينما كان جسد يسوع موجودا في القبر، في يوحنا 19 والعدد 40 وما بعده، نقرأ ما حدث بعد موته على الصليب. في يوحنا 19:40-42: فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب، كما لليهود عاد أن يكفنوا، كان من عادتهم أن يلفوا الجسد بأكفان، وكانوا يضعوا معه الكثير من الأطياب، لأن الجسد يفسد ويصدر منه رائحة كريهة جدا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضع يسوع. ويكفينا هذا الآن. سنقرأ أيضا كيف أنه بعد قيامة الرب يسوع ذهب التلاميذ والنساء إلى القبر، حيث كانوا يعرفون أن الجسد مدفون هناك، ولكنهم لم يجدوا الجسد، مجدا لله. إذن ماذا حدث إلى شخص يسوع بأكمله؟ استودع روحه لله الآب، هبطت روحه إلى الجحيم حيث أعلن شيئا وفعل عدة أشياء أخرى، وأما جسده فوضع في القبر. ولكن عندما قام اتحدت شخصيته بالكامل مرة أخرى، وأصبح شخصا كاملا ذا نفس وروح وجسد. والآن ما حدث هو أن موت وقيامة المسيح قد أثر على الكون، وقد حدد أيضا مصير جميع الأرواح عند الموت. ومن هذا الوقت، أي منذ قيامة المسيح، لم يعد مصير الأبرار هو الهبوط إلى الجحيم، بل قد أصبح لهم مصير أكثر روعة. دعوني أعطيكم مثالين اثنين: عندما قاموا برجم استفانوس، وأيضا عند قرب موته. أعمال الرسل 7:57: فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو يقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. كان يعرف أن روحه ستذهب مباشرة ليسوع، وهذا هو ما بالفعل قد حدث بفضل موت وقيامة يسوع.
ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب، لا تقم لهم هذه الخطية. وبسبب هذه الصلاة شاول الطرسوسي قد خلص. لو لم يحرره استفانوس من ذنبه لما كان قد خلص. إنها فكرة رائعة، وأريد التأكيد على أن المؤمن الحقيقي الذي طهره دم المسيح من خطاياه وعاش أمينا لله ستصعد روحه عند الموت مباشرة إلى الرب يسوع. يشير بولس لهذا أيضا في فيليبي أصح 1، يقول إنه لا يعرف ماذا يختار، هل يستمر في الحياة هنا أم يذهب ليكون مع المسيح. وهذا ما يقوله في فيليبي 1:23، يقول: فإني محصور من الاثنين، لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. إذن كان بولس واثقا أنه لو مات في ذلك الوقت فسيكون مع المسيح، فإن هذا التغيير الكبير هو يعد نتيجة لموت وقيامة المسيح. وقد حدث شيء آخر، وهذا الشيء ما سأحدثكم عنه بدون كل التفاصيل لأنني لا أعرفه، وهو أن أرواح الأبرار المنتخلة التي في حضن إبراهيم كانت حرة. فدعونا نقرأ هذا في أفسس 4، وفيه اقتباس لمزمور 68، ويتحدث فيه عن قيامة المسيح. يقول: الصعد إلى العلاء، صعد إلى العلاء سبسبيا وأعطى الناس عطايا. مفهومي أنا الشخصي ومفهوم العديد من دارس الكتاب أن المعنى الكتابي لسبسبيا أنه حرر أرواح أولئك الأبرار وأخذها معه إلى السماء. ما كان يمكن أن يتحرروا قبل أن يكون قد دفع ثمن الخطية، فإن الله قبلهم كأبرار لأنهم آمنوا بذبيحة لم تكن قد قدمت بعد، فقد كانوا يتطلعون إلى هذه الذبيحة، ولكن قبل تقديم الذبيحة بالفعل، ذبيحة المسيح على الصليب، ما كانوا ليتحرروا، ولكن بعد أن بذل ذاته هبط إلى الجحيم وبطريقة ما وشكل ما أخذهم معه. هذا هو اعتقادي، فهم كانوا سبايا للخطية والموت، ولكنه سبيا فلقد أصبحوا سبايا للبر وللمسيح. وبالنسبة لي هذا أمر مثير. والآن الشيء الآخر الشديد الأهمية هو أن قيامة المسيح يسوع هي الضمان لقيامتنا نحن في حالة ما إذا كنا مؤمنين بيسوع المسيح. في كلوسي 1:18 يتحدث مرة أخرى عن قيامة المسيح. يقول بولس هنا وهو يسوع رأس الجسد الكنيسة. يسوع هو الرأس ونحن المؤمنين الجسد، الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. إذن فالمسيح هو البكر من الأموات، وهو باكورة الخليقة الجديدة، باكورة الجنس الجديد، الجنس الإلهي البشري، تمتزج الطبيعة الإلهية والبشرية في شخص واحد. إذن فالمسيح هو رأس الجسد، وهو أيضا البكر من الأموات، استشبه القيامة بالميلاد من الموت. هذا تشبيه جميل. في الميلاد الطبيعي أي جزء من الجسد هو الذي يظهر أولا؟ الرأس، نعم. فعندما يظهر رأس المولود نعرف أن بقية الجسد سيعقبه. إذن فإن قيامة المسيح هي ضمان أن بقية الجسد سيتبعه في القيامة. الآن أيضا فإن قيامة المسيح بالجسد هي نموذج لقيامتنا. أرجو أن يسركم هذا، إن لم يكن فلم أشرح جيدا. وهنا يقول بولس في فيليب 3:20 و21،
فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، نحن الذين ولدنا من جديد ونعيش للمسيح، نعيش على الأرض ونعتبر من مواطنيها، ولكن مواطنتنا الحقيقية هي في السماء. وإن كنت مواطنا فلا بد لك من جواز سفر، أتعرف هذا؟ وجوازنا هو دم المسيح. سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. لاحظوا أن علامة المسيحية الحقيقية هي أن ننتظر المخلص. ثم يكمل: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. تلك هي الترجمة ولكنها ليست حرفية، والترجمة الحرفية ستعطيكم صورة أكثر واقعية. فهو أي المسيح سيغير شكل جسد ذلنا ليكون على صورة جسد مجده. أترون؟ لعلكم لا تدركون أننا نعيش في جسد الذل، أي أن الخطية هي التي أذلتنا، ولكن يسوع سوف يغير جسد الذل هذا ليصير مثل جسد مجده. أليس هذا مثيرا؟ هذا الجسد سيتغير، سنتناول بعد وقت قليل مظاهر هذا التغيير، ولكننا سنجد حقيقة ذات صلة بما نقول. في يوحنا الأولى الأصحاح الثالث يقول يوحنا في عددي 2 و3، يقول: الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، أي أننا لم نرى أي جسد سيكون لنا، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. عندما يظهر ونراه سيتغير جسدنا لكي يصبح مثل جسده. أريدكم أن تلاحظوا العدد التالي لأنه هام: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. قد تقول لي أن لك رجاء بالقيامة، وليس من شأني أن أجادلك في ذلك، ولكن إن كان لك رجاء فهناك ما تفعله هو أن تطهر نفسك، ومقياس الطهارة هو يسوع كما هو طاهر. وإن قلت لي أنك تتطلع للقيامة دون أن أرى دليلا على تطهيرك لنفسك أو سعيك لأن تصبح أكثر طهرا، سأقول أنك في الحقيقة تخدع نفسك، فأنت لا ترجوها حقا، وإنما تستخدم لغة الدين، لأن تلك هي علامة لكل شخص يريد أن يتطلع فعليا إلى أن يتحول من جسد الذل إلى جسد المجد. سأعيد قراءة الآية: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. هل لديك تلك العلامة؟ هل في حياتك الدليل أنك حقا تنتظر مجيء المسيح؟ إذن سيصبح جسدنا مثله. ونلاحظ مما ذكر في الكتاب أنه لا يحد بزمان أو مكان، يمكنه أن يصعد إلى السماء ويعود ثانية، أو يدخل غرفة أبوابها مغلقة، أو يظهر لشخص ما بشكل معين ولغيره بشكل مختلف إنه جسد يتصف بالمرونة الشديدة. وأؤمن أنه سيكون لنا جسد مماثل. والآن يتساءل البعض عن شكل هذا الجسد، ويتناول بولس هذا السؤال. كورنثوس الأولى 15 الأعداد 42-44. الأعداد 35-38. كورنثوس الأولى 15-35. لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات وبأي جسد يأتون؟ بالطبع خطر هذا التساؤل لمعظمنا. يا غبي، يقول بولس. بولس هو الذي يتكلم لا أنا. الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت. ثم يشرح بولس بعد ذلك مثل الحبة: والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل هي حبة جديدة مجردة، فربما من حنطة أو غيرها.
ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. هناك أمران مجتمعان هنا، الاستمرارية والتغيير. فإن زرعت بذور تفاح في الأرض لا تحصل على برتقال، فإن طبيعة البذرة تحدد طبيعة الحياة الخارجة منها. إذن هناك استمرارية كما أن هناك تغيير، فإن شجرة التفاح التي تخرج من بذرة التفاح هي لا تشبه البذرة كثيرا، إذن ستكون هناك استمرارية وتشابه أيضا، ولكن سوف يكون هناك تغيرا خارقا كبيرا. فما تزرعه يحدد ما سوف ينبت، ورغم ذلك ما ينبت يختلف كلية عن المزروع. إذن فجسدنا يزرع كبذرة في الأرض، وذلك عند دفنه، ونفس الجسد سيبزغ ولكن في صورة مختلفة تماما. قد حرص يسوع جدا على التأكيد على أنه قام بنفس جسده الذي صلب به. لننظر في لوقا 24. كان التلاميذ خائفين عند ظهوره لهم لأول مرة، وكانوا عاجزين عن تصديق ما حدث، ولكن يسوع قال في لوقا 24 العددان 38 و39: ظهوره بعد القيامة مباشرة: ما بالكم مضطربين، ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو. وأراهم علامات الصلب في يديه وأيضا في جنبه، فإنه أراد أن يؤكد أنه نفس الجسد ولكنه تغير. وبعد ذلك معذرة، وفي إنجيل يوحنا 20: فهو يتحدث أيضا عن قيامة المسيح ويقول: وقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم، كما هي عادة التحية في الشرق الأوسط. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. لماذا فعل ذلك؟ ليريهم أنه نفس الجسد الذي صلب.